مشهد بات مألوفا في شوارع العاصمة الليبية طرابلس، نقاط تفتيش تترصد المهاجرين غير الشرعيين والرسالة واضحة: لا مكان لكم في ليبيا الجديدة. دوريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية تفحص أوراق الأجانب وتحتجز المخالفين لشروط الإقامة والعمل تمهيدا لترحيلهم. الهجرات السليمة نقول في سبيله، والهجرات غير سليمة نرحلوا فيه. ما يعادل الهجرة غير شرعية اللي نرحلوا فيهم وغير مخالفين القانون الإقامة أو دخول غير شرعي، ما يعادل من بين 50 و60 يوم نرحلوا فيهم. الاضطراب الأمني في ليبيا وضعف إجراءات الأمن على الحدود عوامل تشجع آلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على التدفق على ليبيا. هاجس الخوف من تفشي الأوبئة حاضر هنا بقوة، وأول ما يقوم به أطباء المراكز الصحية إجراء اختبارات دقيقة للكشف عن أي أمراض محتملة قد يحملها معهم المهاجرون. في من الناس إقامتهم كويسة ودائرهم إجراءات ومصابين ويخدموا حاليا في قهوة وكوش، هذا عامل يشتغل في كوشة، الشهادة الصحية متاعها تطيح 13/6/2013، هذه الشهادة الصحية المفروض ما تندلاش. كانت ليبيا فيما مضى نقطة عبور لمهاجري إفريقيا في طريقهم إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل، إلا أن الليبيين اكتشفوا شيئا فشيئا أن بلدهم أصبح أيضا مكان استقرار لهؤلاء، فكثير من مرشحي الهجرة غير القانونية بات يفضل الإقامة والعمل هنا. أوروبا ودول العالم يتوقعون أن ليبيا هي المهاجرين يستوطن بها في يوم اثنين ومسألة عبور، لا، هو يستوطن ويخدم هنايا. في مركز أبو سليم للاحتجاز تنتهي رحلة طالبي اللجوء، فدولة ثورة 17 فبراير قررت إذن فتح العيون وتشديد القوانين.